لما تطلعي من قصة حب رح تحاولي تفهمي شو اللي صار، ورح تغرقي بصدمة ما لا نهاية. بيكون ما بدك شي إلا تضلك لحالك، بتحسي إنه استغلك وخدعك، بتكرهي حقيقة إنك بعدك بتحبيه، وبيضل السؤال اللي ما رح يتركك بحالك، إمتى حأنساه؟ والكل صار يعرف، بس لا يهمك، رح تطلعي منها أقوى.